اليوم دخلنا الاسبوع الثالث الاسبوع الرابع بعد ما دازت هذه الفاجعه ديال الزلزال. اول حاجه بعد 15 يوم اللي دازت وفرنا للناس الطواليطات مجهزه بطاقه شمسيه. وبالنسبه للخيام كنا في الاول كان عندنا الخصص ديال الخيام، كانت عندنا تقريبا شي 59 60 خيام، دابا الحمد لله راه وصلنا 120، باقي خاصنا تقريبا شي 30 خيمه ولا 34. وكل وبالنسبه للخيام كلها مجهزه بالطاقه الشمسيه. وبالنسبه الحمد لله المساعدات اللي توصلنا بها الحمد لله تقريبا مده واحد شهر ولا شهرين، بالنسبه لذاك ستوك اللي عندنا ديال المواد الغذائيه غادي تكون قاده واحد مده شهرين، حيت بالنسبه للمواد كنوزعوها بالتقسيم، ماشي اي مساعده كنتوصلوا بها كنفرقوها في نفس النهار للناس، كنعزلوه كنديروا كل نهار والقفة داكشي اللي غنديروا كلنا كنديروا الدقيق والزيت، والنهار الثاني كنديروا حتى بحال الفرماج بحال الكاشير دوك المواد اللي فيهم تاريخ قريبه باش تنتهي الصلاحيه ديالها. وبالنسبه لنا كنشكروا مجلس اقليمي تيشاوا ولا السيد القائد القياسي في المال والسيد العام العام لاقليم تيشاوا ولا جميع الممثلين اللي تعاونوا معنا في هذه المحنه هذه. تقريبا السيد العام جاء زار هنايا واحد الزياره مع السيد القائد والسيد العام ديال حسيمه والسيد الباشا، جاوا البارح للمنطقه زاروها وشافوا جاوا لعين المكان، داروا واحد المراقبه للبلاصه اللي واش هاد البلاصه اللي كان فيها الزنزال وتهدموا فيها المنازل والصالحه للبناء ولا لا. دابا كنتسناو تقريبا غتعطينا واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام باش يجيو المهندس باش يشوف الا كانت هاد البلاصه صالحه للسكن باش يعاود ثاني نقيو هذيك البلاصه، هذاك الردم نحيدوه، الا ما كانش غادي نشوفوا بلاصه اخرى، حيت بالنسبه للناس هنايا متشددين باش يتجمعوا، ما بغاوش يتفرقوا ان كل واحد فين غادي يمشي. وحتى حنا بالنسبه لاولاد المنطقه لا اللي الناس عندهم ارتباط هنا بالارض اكثر، الناس عندهم الارتباط بالارض وعندهم الارتباط بالدوار باش يبقى كما كان، حيت حنايا ما بيناش حنا يجي كل واحد فين مشى تفرق والبلاد غادي تمشي. كان الناس اللي عندهم هنا الفلاحه، وبالنسبه حتى الناس نقول لك تقريبا 70% لارتياحه ديال النفسيه ديالته كيرتاح هنايا في هذه المنطقه هذه. اكثر يا كتسولو تيقول لك تتقول لي اودي واش ممكن نمشيو لشي بلاصه اخرى ولا نهبطوا لناحيه مجات ولا سميتها، يقول لك لا انا بيت هنايا بغاو يديرونا هنايا، ما بغاوش حنا غادي نبقاو هنايا ويبقاو في هذه المنطقه هذه. نعم بطبيعة الحال بالنسبة للمعيشة داخل الخيام الآن، واش بدا التأقلم ديال الناس مع هذه الخيام هذه ولا باقي ما كاينش؟ لا الحمد لله بالنسبة للأكثرية نقول لك تقريبا 70% 80% كلهم ولاد المنطقة عارفين الأجواء ديالها، الحمد لله كندوروا عليهم، والناس هنايا راه كلهم عائلة، باش نقولوا راه الناس أجانب ولا نقولوا الناس براني، لا كلهم عائله، شي تيتعاون مع شي حاجه خاصها كتشد عند الاخر، وكيتجمعوا في العشيه الرجال والعيالات كيهضروا بيناتهم، وكاين فين تيمشيو تيغسلوا حوايجهم تيتجمعوا، اذا كان هذاك الروتين اللي كان ديجا قبل من الزنزال باقي، واخا الحمد لله كاينه شي زنزال والارواح ماتوا مساكن، الناس الحمد لله تضامنوا بيناتهم. نعم النفسيه ديال الانسان ما بقاش يتفكر في الماضي. وهاد الهزات الارتدادي باقا كترجع هنا للمنطقه؟ تقريبا عاوتاني البارح عاوتاني دازت تقريبا نقول لك مع 12 ولا مع 12 ونص دازت، راه باقي كترجع سميتو كل نهار كتسمع، ولكن ماشي بديك القوه اللي كانت، كتجي تقريبا شويه كتسمع كتحس بالارض كدوز عادي. واش جا عندكم تقنيه للدوار ولا باقي؟ لا تقني بالنسبه لنا لا تقني لا باقي، دابا حاليا غير المسؤولين اللي جاوا السيد العامل والسيد القائد وبعد المسؤولين في مجلس اقليمي تيشاوا وهما اللي جاوا للمنطقه. وكنشكروا الناس حتى بالنسبه للمسؤولين كسياسيين، بالنسبه المسؤول اللي مسؤول على تيشاوا مولاي هشام مهاجري حتى هو راه معنا بواحد المجهود جبار. طبعا كتبقى واحد الفئه ديال الناس هنا ديال الفئه ديال الكبار السن وديال الاطفال، كيف تعاملتوا مع هذا الجو الجديد؟ بالنسبه للناس الكبار كتحاور معاه كتجلس معاه، اكثريه الحمد لله
فاش كتحاور معاه تيقول لك هذا الشيء القدر ديال الله تبارك وتعالى. وبالنسبه للدراري الصغار راه كاينين بعض المحسنين والجمعيات جابوا لنا هذا الشيء ديال الالعاب فاش يدوزوا ذاك الروتيني ديال النهار. دابا خاصنا حاجه واحده اللي كنتواصلوا مع السلطات المحليه مع السيد القائد السيد العامل باش يوفر لنا واحد قسم شاحنه فيها قسم ولا يديروا قسم اللي كيطمونطا باش الدراري اللي عندهم الابتدائي تاع السادس يعاوتاني يواصلوا الدراسه ديالهم. هذا هو المشكل اللي عندنا دابا ديال الدراسه.